بحثت اليوم وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة مادلين ألينغي بحثت مع سفير الصيني لدى البلاد مختلف أجهزة التعاون القائم بينهما خاصة في مجال الإعلام المختلفة. اللقاء جرى بمقر وزارة الإعلام بحضور معاوني الوزيرة. تقرير إشراق عبد الله رحمه. المؤسسات الإعلامية من أبرز الوسائل التي تعكس وجهة نظر الدولة وسياستها إلى باقي العالم بما تقدمها من مضامين والتطورات الجارية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ونظرا لأهمية ذلك جاء هذا اللقاء الذي جمع بين وزيرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة مادلين ألينغي مع سفير دولة الصين الشعبية لدى البلاد. وأثناء هذا اللقاء تناول الطرفان جملة من القضايا التي تعزز العلاقات القائمة بين الدولتين الصين وتشاد. وبعد خروجهم من هذا اللقاء أبان السفير الصين ويجي بأن اللقاء جاء بغرض تفعيل بعض نقاط الاتفاقية التي وقعت بين السياسيين بعد زيارة رئيس الجمهورية لدولة الصين في الفترة السابقة والتي تنص على التعاون المشترك في شتى مناحي الحياة. وزيرة الإعلام من جانبها قالت بأن هذا اللقاء يكتب في قائمة الأعمال التي يقدمها شركاء البلاد، كما أنها تأمل من هذا اللقاء الإسهام في تطوير الجهاز الإعلامي وتأهيل قدرة العاملين فيها في المجال الرقمي.